وزيد هذيك لاباري نقول لك صح انا نخليها عندي كاش مكان نعبص على القفله ونجيبها في الجزائر. على حلبة المبارزة حبة ولا شي حالي تاع المبارزة هذه هيا هيا تبعوني بارك على روحك ولي تخبي قولي لي ماك باللي راجلك ما تبطل وناس يصفقوا عليه ملكة نفرتيتي كامل المملكات تفرقت تقسمت لازم نعود نلمو بعد رسائل كتيرة الملك هيدورة حتى وعد ما جاوب لازم تحركوا وعندي خطة راهم غير يهدروا وهذا الملك سبع ما عنده ما يدير لا خدم ولا حرس نهار كامل هو وتشوفي وتشني فرتيتي وهذا علاه طفات درك مولاتي خلاص لها الدم الملكي لازم نروح لمملكة الجمل ونطلبوا منه يد المساعدة ومن بعد نكملوا طريقنا لمملكة هيدورة ازاي هو بيكرهك عندي الحل راح نوري لك وعد السر وعد ما على بالوش بيه راني حاسه بلي نفرتيتي كشما راهي توجد لنا انا نقول نروح نشوفوا شاو صار في مملكه هيدورا اختينا من هذيك نفرتيتي راهي مغرومه بالملك سبع نفرتيتي ماشي جايه باش تخلي المملكه تاعها وتقعد تعشق في السبع وفي المملكه تاع هيدورا بابيشا راهي ماسكه زمام الامور بقاو 10 ايام ونتربع انا على كرسي العرش يلا حاضر جلاي هيدورا ونفرتيتي شفتي قلت لك نحيلي الدم ما نطلقهمش دقيقه مولاتي بزاف عليك وتشكرا ولا صفر ما يهمنيش ما لازمش هاد الكره تطفى لازم بيقول الجيش مش دروحه من الحرب يلا حاضر
هيدورا ونفرتيتي؟ حبس حبس. مولاتي طقطاو التقاعد ما زيش يحضر معنا في المجلس، راح ما زيش يظهر. وزلوف وش صرا في غيابي؟ مولاتي كي رحتي تخلطت بزاف امور في القصر، وبكشتك ما وليتيش كان لازم عليا اني نفت امرك. على بالي ملي راكي تتلقاي بزاف صدمات، ولكن عندي خبر ما يفرحش. هدر بوزلوف. بوزلوف اهدر. مولاتي بوغرون مات. لا على هذاك الشيء قررت باش نتزوج بافيشا باش نجيب منها طفل ونضحي به ونسلك هذه المملكه. سمحي لي مولاتي. عرفي خاطرك موني سبيسياليست في هذا الشيء. دي فور خالتي موني، حبيت نستعرف بيك. انا تقرعي جاتي ما هذه ما لازمش تفوتني. هيا ندخلوا الشومبرا تاع هيدورا كش ما نلقاو. وي تاتا موني سرقوا بابيشا. الله لا يردها. تكون ردت قشها وراحت عند ماليها غضبانه. يما العزيزه يما يغسلوا بالورد. ايه حمار ابيض خوخي عليها وجههم متجعد وشباب وريحتهم الله الله. خالتي موني بابيشا خاينه. لا لا يردها خاينه. لا داك بوزلوف كي سبع وتخونو او هذه جايحه ما تعرف صلاحها. ايبي الله لا يردها. خليني نتمتع الله الله. ايه من العزيزه وشنو هذا؟ اوه ايه من العزيزه ايه اوه داك الحرير من عند جدي قلت له نبو مدرح. يا داروا مليح كي نحاو لامبورطاسيون. ديك الشوره العزيزه اتمتعي يا موني. أنا حاسة راني نلعب فيفي بتركي. فيفي فيفي أروحي تقراي لي أروحي. يا يما سبع. إيه ترمي السبع تدي السبع. إيه
في شاطرين يما بصح تتوقع عليه ما كاش كيفاه يقطع جبيهم بنادم. فيفي فيفي انا لازم ندردر لها شويه لوبيا. حبسي ميتين بروجي غير مع اللوبيا. اللوبيا لازم لك ميزاجور ديالها. هذا اسمه بسفوف، هذا يجي بالزبيب يجي باللوز يجي بالجوز يجي بالعسل وسوتو لو كان بالبد يجي هاي. بصح يا مسعود ساهل وما ياخذش الوقت. ولا غير بنا ياه يدوب في الفم. قول لك حاجه، انا خايفه يوالفوا ونحصل في جدهم. يا حسره يوالفوا على رواحتهم. عيطي لي انا نجيب لك من الجزائر وجبيك كاين غير هو. يا حسره انا غادي بالكرون كي مات ربيت عليه كبده وانا نداوي فيه. بابا كلمي كلمي روحك بالعقل وشهادتك. ها واش كاين؟ لازم دوك تروح تخبر مولاتي هيدورا بلي بابي شخاينه. حاوليك شوف شخبارات هادو. شوفي لوبيا سيرجو روحي شوفي الملكه هيدورا قولها بلي حبيت نهضر معاها. ربي وين كان مخبي لي هذا؟ وين؟ انا خدمت مشينا باش نهرب من المشاكل، راه تزطعت في المشاكل. وين المشاكل هذو يبقاو يتبعوا فيا هنايا ولا كيف؟ مولاتي مثل ما طلبتي، جيشك جاهز وقائد الجيوش مستعد يقعد معاك باش توجدوا الخطه. هيدو راوني فرتيتي، وين راهم؟ الملك سبع ما هوش معاهم، وحتى جيش الأسود العملاقة ماشي معاهم وقيل الخط. إما لو شاهينا ويا هي ونفرتيتي يديروا لي الحرب. غاولي شوفي لي وراهم هكذا نوجد لهم أحسن استقبال. حاضر مولاتي. Jingala galai.